مرحبا، كيفكم اليوم؟ كيفك توم كمان اليوم؟ أهلا، كيفكم على رمضان؟ الحمد لله، إن شاء الله يكون رمضان خير يا رب على الجميع. اليوم بدنا اليوم أنا عايزمتكم على الإفطار. اليوم بدينا عايز دون هلا عم بتساعدتي كمان. بدي أجهز بيتزا، بدي أجهز عجينة للبيتزا، وراح أعمل دجاج بالكريمة، وأكيد فتوش وفتة ورقات وشوربة هلا رح تحضر اول شيء عجينة البيتزا. عندي هون كيلو طحين، رح احط كيلو طحين يعني شيء 5 كبايات، لانه كمان بنت عمي عزميتها مع بنت عمي. هلا تقريبا هيدي بتطلع شي سميتين. ايه، وعندي هون 4 معالق كبار حليب بودرة، رشة ملح، ومعلقتين كبار خميرة، واكيد رح احط معلقة كبيرة سكر. هاي 4 معالق صغار يعني معلقة كبيرة. بدك تحطي حليب سكر؟ حطيت حليب بودرة. انا الحليب بتعطيها كتير طراوة للعجينة بتطلع طيبة. وانا بهالوقت رح احط على المسحب لينا، بدي اعملهم مثل الشاورما شوي، بس بيكنج باودر. ايه عفوا، قطعتك. عم اقطع هلا المسحب شرائح مثل الشاورما. هون معك قديهم تقريبا كيلو او اكثر من هيدا؟ ايه كيلو، كيلو مسحب. وهلا رح اعجنهم، رح اضيف لهم مي، انا ما بعير المي يعني حسب الطحين، لانه رح اضيف مي فاتره ما مسقعه ومش سخنه. وهلا سخنت مي، رح اضيفهم فوق الطحين. مي فاتره؟ ايه مي فاتره. احط نص الكميه واعجن لتشوف قديش بياكل الطحين. وانا عن جد نسيت ضيف زيت زيتون، مع انه اهم شيء وبتطلع يعني كثير غير شكل. ايوه هلا ما بيأثر. قالت لي طنط هنا ما بيأثر. رح ارجع اضيف. خلص هيدا صيام اخذ عليك لينا. ما بيأثر معلش. هلا ايه هون حطي لي هون ايه شوي. اوكي خلص، شكرا. دقيقة، غير شكل عن جد طريقة بتجنن ما شاء الله. هلا رح اتركها بيتزا على مهلها. هلا بدنا نجهز الحشوة تبعت البيتزا. انا بعملها على طريقتي، انه ما بطبخ الخضرة يعني ما بطبخها على النار، بحطها كلها فريش، الفليفله، الفطر، البصل، زيتون. هلا بفرجيكم بتطلع كثير طيبه. ايه طنط هنا بتشهد لي بالبيتزا انه كثير طيبه. انا لانه كنت اطبخها قبل، بس لما شفت طريقه لينا لا كثير كثير طيبه. هلا شوفوا احضروا الفيديو للاخر واكيد حتعجبكم الطريقه. وهلا رح بلش بتقطيع الفطر. رح احط للبيتزا فطر وللكريم بالدجاج فطر. هلا رح اعملهم كلهم واخذ نص بالنص. هلا للبيتزا رح كبرهم شوي، انا بحب. هلا وهول فليف للخضره والحمرة والصفرة، وهلا عم ضيف البصل عليهم، بقليهم كلهم مع بعض. هيدي للدجاج بالكريمة، وعم ضيف البصل، قليهم كلهم مع زيت نباتي. انا قشرت البطاطا لحتى لي اقطعها. يسلمك. وين السكينة؟ وهيك انا بقطع البصل للبيتزا بهذا الشكل. قطع رفيعة.
هلا رح اضيف ذرة وهلا رح احط الفطور. وهلا قطعت الزيتون حاضف لهم اياه. هيدا رز بسمتي. هون بهارات البيتزا. هيدا أول ما طيب كتير مع البيتزا. هلا رح ضيف زيت نبات شوي. صبايا رح اقلل الخضره كلهم مع بعض. حطيت شويه ذره رح اضيف عليهم زيت نباتي. شو الله الالوان شو حلوه. تعال نفليك ليه احمر والاخضر والاصفر. هلا بعد ما حطيت فينا زيت نباتي حضيف انا المسحر. هنضيف لها بس رشة فلفل. إذا لبنان بنصح على الخضر. هلا رح أدلقهم فوق بعض أنا كلهم. إيه رح أحطهم فوق بعض. صفيت كمان. حسب هيدا الزيت وال ما بعرف حرك فيه. هلا بدها بعد بس بهارات. بحط بهارات معلقة بابريكا معلقة صغيرة. هيدا شوي مبلا فينا نكتر معلقة أو شوي لأنه بهارتش طيب كتير. وهيدا كمان بهار دجاج بهار فاهيتا يعني كله دجاج لأني هيدا كمان بهار دجاج. وهاي العجينة ما شاء الله هيك صارت جاهزة. هلا رح مدها بالصواني ما شاء الله مثل القطن غير شكل. وهلا رح نضيف عليها الصوص. هيدا صوص البيتزا جاهز اكيد فيكم تحضروه بالبيت. هلا رح احط الموزاريلا
عليها كرمال دخلها على الفرن لانه ما شاء الله الصواني كتار وكرمال لحق. بعدها عم تنفخ العجينة ما شاء الله كرمال هيك اقطع انا كرمال ما تطلع كتير سميكة. هلا لأعمل الشوربة عندي. يا حرام الشوربة ماشي. هلا صبايا انا حضرت المي للرز، حطيت 6 كبايات مي لثلاث كبايات رز وحطه على النار لحتى تغلي المي، بضيف عليه معلقة ملح وبرجع بضيف الرز. وعندي هون نص معلقة زعفران او شوي بس لانه الرز كتار، رح ضيف لهم شوية مي ورد حركهم. هيك اللون ما شاء الله دغري بيتغير وبعمل هيك. هيدي السميك دجاج دلقتها بالقلب الفايركس اللي ازازة كبيرة، وراح اضيف عليها الكريمة وراح ادخلها على الفرن حتى هيك تغلي على مهلة. وهيدي سفرتنا لليوم صبايا، إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك، وإن شاء الله صيام مقبول وإفطار شهي.